الارض نزلوا معادك البير اللي هو مجصص حتى لتحت، وفيه فيه سلم ديال الحديد، وكان نزلوا هذاك السلم وكان نجروا تحت في ديك العين، والماء وصل لنا الى تقريبا الى الحزام، نعم، وكان نجروا حتى نخرجوا في فين كيخرج الماء، فين تخرج الماء، يعني في الشارج، في الشارج النهائي ديال العين تقريبا شي كيلومتر تقريبا تحت الارض، نعم، وفي الظلام، ولكن الخطه راه هي مجصصه على قد الوقوف للإنسان. نعم، وهذه العين هذه كتجي من غرون تيوزنيكين تقريبا 6 ولا 7 كيلومتر اللي بين تيوزنيكين مع الحمادات، وكلها مجصصه وغاديه تطيل تما تحت الارض، وكيجي الماء من تما، وكنا الناس كيسقوا منها عين صداق كتاخذ اسبوع، وكينزل الماء للحمادات الثاني كياخذ اسبوع، ولكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تاريخ هوارة، واليوم سوف نقف عند حلقة خاصة بالمعمل الموجود في دوار الحمادات. هذا المعمل الذي توصلت بخبر وجوده منذ زمان عن طريق الأستاذ تويتشي إبراهيم، الذي قال لي بأن هنالك في منطقة تسمى تلة الكحلة أو الربوة الكحلة أو شيء من هذا القبيل، توجد الكثير من الشخوفة، وتساءل عن سبب وجودها، ومن هنا كانت بحثي وإلى أن تأكد بأنه معمل من المعامل بواسطة الكتاب الذي مر من أمامنا ديال بول بيرتي، وكذلك من خلال الزيارة التي سجلتها برفقة صديقي الحاج مبارك أركوك أطال الله في عمره. فإذا هذه المعامل معروفة بهذه الصور، يوجد وكان يوجد واحد منها في دوار الحمادات، وهو اكتشفه بول بيرتي، لكنه لم يعطيه حقه، وما وجدته في كتابه لا يعدو أن تكون هذه الصورة اليتيمة التي لا تبرز شيء كما تشاهدون، سماه عين صداق، وهو بالفعل يمكن أن نسميه تابع لدوار كذلك عين صداق، نظرا لتجاور عين صداق مع الحمادات، وتجمعهما شبكة ماء من خلال الخطاطر. سترون كذلك ما كتبه عنه، وهو هزيل لا يتعدى بضع سطور، بينما هذا معمل كبير جدا. إذن هذا ما كتبه، فهو بيّن موقعه، وبيّن كذلك أنه وجد فيه الشقفة، ووجد فيه واحد شوية ديال الحيط دياله في ذلك الوقت، وراه زاره سنة 1952، زاره سنة 1952، يعني منذ مدة طويلة. أما اليوم فلما زرته أنا اكتشفت فيه أكثر مما اكتشفه بول بيرتي، وسترون إن شاء الله في الفيديو الذي كان برفقة الحاج ماركس كيف أننا بينا المواقع التي توجد في هذا المعمل، سواء من ناحية السهريج أو من ناحية المرمضة التي توجد فيها، وبينا كذلك حتى وجود واحد السور صغير، يعني هذا السور بقيت فقط القاعدة دياله، بحيث يمكن الإنسان المتمرس أن يتعرف على القاعدة دياله. للأسف شديد هذا المعمل هو الآن في خبري كان، ولعل بول بيرتي كان بإمكانه القيام بالحفريات فيه واكتشاف ما يوجد فيه. كما سترون أن الحاج أخبرني أنه الكثير من الناس
وجدوا قوارير ديال الأواني ديال صنع السكر في ذلك الوقت موجودة كاملة، وبالتالي فكان من الأجدر أن تقوم الوزارة المكلفة بالحفريات لاكتشاف ما يوجد تحته، لأن كل معامل السوسية ديال معامل السكر هي معامل مطمورة، معامل مطمورة نظرا أنه تم تدمير بنائها. هذه وثيقة خطيرة جدا، وجدتها في كتاب أبناء فورني، وفيها بيّنوا أن أباهم اكتشف المعمل ديال عين صدق، هو سمى عين صدوق، ولما اكتشفه قرر أن يشتري الأرض المحيطة به والمجاورة له. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه الأراضي خصبة وفيها ماء. إذن فالجريمة ابتدأت من عهد الاستعمار سنة 1935، بحيث أن المعمرين وضعوا مزارعهم كلها على أنقاض، على المواقع الأثرية للمعامل السكر، وهم الذين بدأوا مشوار تدميرها، فتم تدمير كل هذه المعالم. فيمكنكم قراءة ما يوجد هنا. وبالنسبة للذين لا يفهمون اللغة الفرنسية، فهو يتحدث أنهم وجدوا وبحثوا أن هذا معمل، وتعرفوا على أن معامل السكر كانت تنتج السكر، وأخطأوا نوعا ما حينما أشاروا إلى تواجد البرتقيس، يعني البرتغاليين، وأخطأوا كذلك في اسم الملك، قالوا مولاي إسماعيل، بينما مولاي إسماعيل لا علاقة له بالسكر، فالمعامل كانت في عهد السعديين، مولاي إسماعيل على العكس يعني لم يبني ولم يقوم بإعادة صناعة السكر لما كانت عليها في عهد السعدي، نظرا لأنه المنافسة الأمريكية قضت على كل تجارة ديال السكر في محيط البحر الأبيض المتوسط، نظرا لأنها لا مجال للمقارنة بين الإنتاج الأمريكي. ها هو كما أشرت إلى هنا وضعت أنه قال مولى إسماعيل بدل من أن يشير إلى السلاطين السعديين، لأنه لا نعرف التاريخ ديال هذا المعمل متى بني، ولكن أكيد أنه من خلال ما رأيته أنا شخصيا فهو معمل كبير ويدخل ضمن، بحيث أن بول بيرتي لم يقم نهائيا بوضع كل معامل الهوارية داخل الشبكة ديال الري، بينما إن شاء الله سأبين لكم أنا بدأت أكشف هذه الشبكة وسأقوم بعمله من خلال الأبحاث ومن خلال حتى الخرائط التي أنجزها. أما هو المعامل ديال الهوارة، وأقصد الحمادات وسيدي حماد عمر، وأقصد كذلك شنينات، وأقصد كذلك أولاد علي وتوزنيكين، لم يشير إلى شبكتها نهائيا ولم يضع لها لا خرائط ولا أي شيء، فيبقى عمله الناقص. هنا من جملة الأشياء التي أشار إليها وانتبه إليها كذلك فورني، هو أن هنالك واحد الشبكة تربط ما بين دوار تيبزنيكين حيث يوجد معمل هنالك والحمادات، وهذه الشبكة هي مدصصة كما سنترون في الفيديو الذي أنجزناه صحبة الحاج مبارك، على امتداد 7 كيلومترات. وهو كان يرغب وأشار عليه صديقه حتى بأن يشتري في هذا المكان لكي يستفيد، لأنه قال لي بدل ما لا تتفق مع المغاربة وتستغل هذا الماء من أجل فلاحتك، فإذا أطماع كانت واضحة جيدا. ويصبح هذه الوثيقة يعني مهمة جدا، لأنها تثبت بالحجة والبرهان أن المعمرين قد بنوا مزارعهم على أنقاض المعامل، وهذا اكتشفته في كل معامل التي بحثت فيها، حتى الموجودة مثلا في السبت الجردان.
فهذا هو الهدف، هو إبراز وثائق جديدة تعطينا نظرة وتبين لنا كثير من الأسرار التي لا نعرفها. فمثلا قال له جو كونساي دو فوزي انتريسي كار اون سي جامي ا لافونير il sera peut-être possible de restaurer cette خطارة et créer un périmètre irrigué en associant les Marocains. فهذا يعني أشار إلى أن هذه الخطارة يمكننا أن نستفيد منها أو أن نقوم بإصلاحها. وسترون في الفيديو أن السي الحاج مبارك الذي عايش وعاش حتى في الستينات يعني له شهادة لها قيمتها التاريخية وأنا أؤكدها. فأترككم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا واحد الخروج ديال الخطاطر، الخطاطر اللي كانوا جايين من الكرونتي وزنيكين حتى وصلوا الحمادات. حنا كاينين الان في دوار الحمادات ونحن برفقة الحاج مبارك الكوك والاستاذ مبارك نقداش، واتينا لكي نتعرف فعلا على ان هذا هو عبارة على شكل حاسي، هو كاع مدصص. وغادي يعاود لينا الحاج كيفاش انه حيت كانوا صغار كانوا ينزلوا هنا تقريبا 21 متر تقريبا اقل. غادي يعاود لينا سعادة الحاج مرة اخرى، نتشرف باللقاء ديالك بعد اللقاء الاول هنا. اذا غادي تعاود لينا كيفاش كنتم حيت انتم كنتوا صغار كتجيو حتى لهنايا باش تنزلوا لهذيك الخطاطر وكتمشوا معاهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم التاريخ ديال هذه العين، من بعد كنا حنا صغار وكنا كنقراو في المسجد وكنا كنجيو لهنايا نزلوا مع داك البير اللي هو مجصص حتى لتحت وفيه سلم ديال الحديد، وكنزلوا مع داك السلم وكنجروا تحت في ديك العين والماء وصل لنا الى تقريبا الى الحزام. وكنجرو حتى نخرجوا فين كيخرج الماء، فين تيخرج الماء يعني في الشارج، في الشارج النهائي ديال العين تقريبا شي كيلومتر تقريبا تحت الارض. نعم. وفي الظلام، ولكن الخطه راه هي مجصصه على قد الوقوف الانسان. نعم. وهاد العين هادي كتجي من كرون تيوزنيكين تقريبا 6 ولا 7 كيلومتر اللي بين تيوزنيكين مع الحمادات، وكلها مجصصه وغاديه طيل تما تحت الارض وكيجي الماء من تما. وكنا الناس كيسقوا منها عين صداق كتاخذ اسبوع، وكينزل الماء للحمادات ثاني كياخذ اسبوع. ولكن فاش المعمر مسيو لامار اخذ هاد الفيرما هادي تقريبا فيها 500 قطار، حفر البيار ديالو داكشي والماء ما بقاش في هاد العين هادي. والاكثر من ذلك حتى الخطار كان ديزا من الفيرما ديالو، هو ديزا موس الفيرما ديالو. هذا هو المشكل. ومن ذاك المده من الستينات تقريبا فاش مشى مع هاد الدواء الدوارين الحمادات وعين صدق. وفي نفس الوقت سعادة الحاج الفيرما ديال فورني فين كاينه هنايا؟ هي الفورني ديال فورني تم فين تكب هاد العين؟ فين كتكب هذيك العين؟ كتخوي هذه العين هذه. راه غادي نمشيو ليها دابا وتشوفوها وتشوفوا البلاصه. لأنه لقينا في الكتاب ديالو عاود كيفاش جا كيشوف ولقى الآثار ديال المعمل، ومن بعد مباشرة هذاك سميتو شرا. إذا هو تتأكد من وجود الماء اللي شرا. ربما، ولكن واحد الخصلة في مسيو فورني. نعم. فهذيك سميتو فهذيك الفيرما ديالو باقي واحد البقعة أرضية، لأن دوك الناس اللي شراو ليه كل اللي باعوا ليه راه شرا من عندهم، وواحد البقعة مولاها ما باع خلاها دائما تما خاوية. نعم. وباقية لحد الآن خاوية، فهذا يحسب يعني أنهم ما استولاش عليها. ما استولاش عليها. يلا ننطلقوا في اتجاه المعمل. وصلنا إلى مكان سهريش، فكانت المفاجأة الكبرى بحيث أنه وجدنا أن السهريشة أصبح في خبر كان، وأنه أصبح أطرا بعد عين، بحيث وجدنا أنه للأسف الشديد لا أعرف هل البارحة
أو 3 أيام أو 4 أيام تم حرث السهريج المسكين وتسويته مع الأرض، وكأنه ليس أثرا من آثار السعديين. لا أعرف ماذا أصاب الناس في هوارة، ولكن كل صهاريج يدكونها مع الأرض دكا، وقد رأينا ذلك في سهريج تزمت جوج، ورأيناه في سهريج ولم تره أنتم ولكن أنا رأيته في سهريج ولاد علي توزنكين، انتهى أمره منذ زمان بحيث أنه فقط بولبوليتي هو الذي رآه، أما لم يبق له أي أثر. هذا ما زال الجريمة ومعالمها ما زالت حديثة للأسف الشديد. دروك هذا هو الشريج اصل الحاج ديال المعمل، هذا هو الشريج اللي كان كيتجمع فيه الماء، لانه فيما كان شي معلم كنلقاو حداه تقريبا واحد الشريج فيه داك قطار كاك، وسميتو بعدا كدل عليه شريج، حنا كنقولو شريج ولكن نزيدو هاد الدياب شريج الدياب، شريج الدياب هذا باش معروف البلاصه سميتها شريج الدياب، هاد البلاصه سميتها شريج الدياب، لان هنا كل سبحان الله كل شريج كل منطقة في الدواوير الهوارية هنا كيعطوه اسم، مثلا هذاك اللي كنا فيه فولاد علي سميتو أماجيل، أماجيل 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 ولا لا أماجيل، وفي سميتو وفي لوزاز تسموه الشريج ديال الملعب، لأن داروا فيه الملعب ديال الكرة، هذا عقلنا عليه شريج الدياب كيقولوا لي هنا هنا كاع باين هنا هذا الاتجاه دروك اللي باخذ انا بالكاميرا باين تما اللي داز فيه تراكتور، باين بانه هذاك الطمي، ذاك الطمي اللي كانوا كيطلعوا كينقوا فيه ديال لونفازمون، ديال لونفازمون. على كل حال هذا ما عندنا ما نديروا ليه، انتم كتشوفوا هذا دابا راه السور، حنا علاش واقفين ذاك الجبل ها شفتوه الصور ديالها ديال هذاك الشريج، ديال الشريج يجيب الماء كيهز مالو، اي هذاك الشيء لا تماما عندك الحق، يبان مرقم مرقم. هذا هو ها هو المشاكل ديال الاثار ديالنا وعطار ديال السعديين، ما كينتبهوش ليها الناس وما عارفينهاش، وماشي لا فوت ديالهم، لماذا؟ لان الذاكره الناس مساكن كلشي ديال الدوار دوك اللي ما عارفش بانه هنا كاين معمل ديال السعديين، كلشي كلشي. وهذا حتى في تعاليق كاين بعض التعاليق اللي كتبوا لي كيقولوا لي بان راه ما عارف حنا هذاك دوارنا وما عارفين واش فيه كاع معمل. لا لا هاد الناس عارفين بان هاد الشريج كاين وعارفين بان هذاك الكو ديال الكحله كانوا كيدي فيها دوك الفرار، وكاين الساكيه اللي كان باقي شقوف، شقوف عاد يلا غادي تشوف تعيا من الشقوف، شقوف زعما انت الا بديت تسجل ما كتقلب لك. هادي قاعد سير سير وي بعد شوف شوف هادي كيف الحاشية ديال الحاشية ديال شي خابية كبيرة ولا شي باسينة ولا شي حاجة تماما شتي تماما واش الدكعكة عندك في ذيك هادي أكبر تيسون أو شقفة لقينا هادي ماشي شي حاجة عادية هادي شي خابية ولا شي حاجة بحال هكاك من الأواني اللي كتستعمل لأن المراحل ديال الإنتاج ديال السكر من قصب السكر والعصير ديالو والطيب ديالو كيدوز واحد العدد كدوز من 6 المراحل عف الطياب وبالتالي أكيد غادي يكون شي مرحلة من المراحل كضطر باش يديرو أواني كبيرة هادشي اللي هذا هو الاحتمال اللي نقدر نشوفه فيه. على كل حال هنا كما كنشوفوا بان بكم بالحجة والبيان هنا مكان كان فيه معمل ديال قصب السكر في العصر السعديين، نفس الاواني اللي لقينا في جميع المرمضات ديال المناطق حنا كنلقاو هنا، هنا كيقولوا ليها الكو ديال الكحله، الكو ديال الكحله او كيقول لها حتى هما المرمضه، هذه ديال الفران، هذيك سي الحاج، هذيك هي جرة ديال الفران، نفس الشيء، هذا الفران كان كيصابوه بهذاك الحجر، وراه مازال كاين في الشنينات، واش كيتصاب في الشنينات؟ إيه كيصاب، كيصاب في الشنينات، وراه الشنينات فيها كان سميتو، كان فيها معمل ولكن في البيت لقى ديال الشنينات، لا هذيك صافي تبنا كامل.
وهنا فين كان سعادة الحاج فين كان اسميتو؟ لا فين كان الترابي اسميتو؟ فين كانوا كيديروا هاد الماعين هنا عندكم؟ أنا قلت لي الحبادة راه فيه الطين كيصاوبوا فيه الطين. لا لا ماشي الطين. إذا عم ما فهمتك أنا أشنو هادشي؟ هادوك اللي ديال الشيء هادوك ديال الشيان هما اللي كيسميتو اللي كيصوبوا مشهورين بالطين. نعم. أي عبد الله ولا بحال عبد الله. هنا الجلالشة اللي قريبة عليكم فين كاينة؟ الجلالشة من الشانطي لهي. طريق تيوزنيكين غادي لتيوزنيكين. في وسط الفيلم تاع طلامار. تما فين كاين الجلالشة حدا المعمل نيت ديال تيوزنيكين. لا تيوزنيكين سجلتو أنا. لا ديال الجلالشة كيف لا الجلالشة لأن أنا كان لقاء. على حساب الجلوش نتاعي. هي على حساب كلشي الجلالشة كلشي المعامل حداهم الجلالشة. ها تما. بعد منا بشي في 3 كيلومتر ولا 4 بعدنا على الحمله كان دوك اللي كانوا خدامين في هادشي تسموهم هاد الحوايج شوف هذاك القاعدة ديال الجلوش سيدي احمد عمر باقي فيها صحاح شويه ها واحد القاعده كاع باينه هاي هادي بحال داك اللي ديت انايا تماما نفس ديك اللي ديت انايا انا لقيت وحده كاع كامله كانت متموره دوك هذوك اللي حفرت تماك يعني انا بيت لقى اجزاء اكبر من هكا غادي تلقى خابيه كامله شي واحد حفر بقى خابيه واخضر كيما شي واحد حفر تما شتها وفي الهادي الوالد بقى خابيه وشتي كانت كامله ومسدوده وعامره بالفقر والرماد نيت هما لا هو قاعد الكويري ولا لنا فاميلي وحده هما قاعد الكويري والميس راه فاميلي وحده هو اهم حاجه شتي بهنا هذا الشيء راه كلشي باعوه لنا من هنا وهذا هي دابا السكيده ديال الجيش راه هو دروكا ما يمكنش غير يكون غير هنا.